الالرجي طبعا. صح، بص هو ريدن امبيرمنت كلام القديم قوي، انا هديهوله بشرط ان انا اعمل ادجستمنت اوف ذا دوز. مين تاني؟ فاضل واحد بس، الهايبر تنسيف والهارت فيلر والكلام ده. طيب عشان خاطركم هعديها والله. ماشي، لا في واحد تاني مهم، هو الدواء ده في العيد نمره 4 5 4. عمل ايه؟ ممنوع في الناس اللي عندهم ابيليبسي، بيتخاف منه البنسلين ده في جرعات كبيره لو ابيليبتيك بيشن دخله في سيجرز. طيب يجي بقى للمجموعه نمره 2 اللي هي مجموعه السيفالوسبورينز. اسمحوا لي اقول لكم مقدمه عنها الاول وبعدين نشرح من الكتاب. موافقين؟ تسمعوا؟ اتفضل. احنا هناخد المجموعه دي بالظبط كان احنا بنتكلم عن البنسلينز عشان فيها تشابه كبير قوي بين المجموعتين. رايح بقى من الكتاب شويه كده وبعدين والله هنرجع له تاني واقول لك ايه اللي يتذاكر وايه اللي مش هيتذاكر والكلام ده. على فكره هم غالبا من التسميه بتاعت السيفالوسبورينز دي على حسب يعني اساتذتنا بتوع المايكرو هم سموهم سيفالوسبورينز عشان هم ليهم سبورز كده وشكلها تحت الميكروسكوب عامله زي الدماغ. هي كلمه سيفرم دي باللاتيني معناها هيد مش كده؟ فلما يبص عليهم تحت الميكروسكوب يلاقوا المايكرو اورجانيزم اللي جاي منه الانتي بايوتيك شكله عامل كده فسموهم سيفالوسبورينز. في مجموعه شبهها اسمها سيفامايسنز مش مكتوبه في الكتاب خالص بس هو شبه بعض الاثنين. اللي عايز اعرفه بقى في مجموعه السيفالوسبورينز السورس بتاعها اسبنسلين. وهي فرصه بقى لمراجعه البنسلين. يعني ايه اسبنسلين؟ يعني ناتشرال وسيمي سينثيتك. في منهم قله قليله جدا جدا سينثيتك مش مهمين لكن هم معظمهم حتى ار سيمي سينثيتك. لو بنتكلم على الكيمستري هو في تشابه كبير قوي بينهم وبين البنسلين. فيهم نفس المركب اللي هو البيتا لاكتام رينج وبرضه جايين من اسيد. الاسيد بتاع البنسلين كان اسمه ايه؟ 6 امينو بنسلانيك اسيد مش كده؟ ده شبهه قوي بس اسمه 7 امينو سيفالوسبورانيك اسيد. سهله مش كده؟ يعني حصل تعديل بس في الكيمياء بدل ما الامينو جروب محطوطه في 6 حطت في 7 فسموه 7 امينو سيفالوسبورانيك اسيد. المهم ان هم اسيدك. النقطه نمره 3 في الكاينيتكس هناخدها كده بسرعه وبعدين ان شاء الله لو في زيادات هنقول. اولا بالنسبه للابزوربشن السيفالوسبورينز في بعضهم ويل ابزورب اورالي هيتاخدوا اورالي وفي بعضهم ما بينفعش اورال فبضطر دي انترا فينس او انترا ماسكولار. بالمره بقى هم فيري اريتنت يعني لو اتاخدوا انترا فينس يعملوا مشكله اسمها ثرومبوفليبايت. صح، ولو اتاخدوا انترا ماسكولار زي البنزاتين بنسلين كده يعملوا بين وانديوريشن. طب ده بالنسبه للايه؟ ديستريبيوشن. بتكلم على ايه بقى في الديستريبيوشن؟ بيعدوا ولا لا؟ البلاسنتال بارير عدوا ودي ار سيف زي البنسلين. يبقى انت عندك النهارده كده مجموعتين انتي بايوتكس تكتبهم في الحوامل وانت مطمن. النقطه الثانيه باونت بلازما بروتينز ما فيهاش اي كلمه تهمك. النقطه الثالثه بقى البلاد برين بارير. البنسلين كان حسب الظروف مش كده؟ لو كان نورمال ما يعديش، لو كان مينجايتس يعدي. مجموعة السيفالوسبورينز على حسب الجنريشن بتاعها. هنسمع ان شاء الله حالا ان السيفالوسبورينز عبارة عن أربع أجيال. كويس؟ فيرست وسكند وثيرد وفورث جنريشن. الجيل الأول ما يعديش خالص البلاد برين بارير. الجيل الثاني ما يعديش ما عدا دواء هنحفظه إن شاء الله، دواء واحد كده بالاسم هو اللي بيعدي. الجيل الثالث والجيل الرابع excellent penetration through the blood brain barrier. سهلة؟ يبقى في علاج المنجايتس لو انت قلت فيرست جنريشن غلطه كبيره ولا سكند الا ده واحد اسمه سيفيروكسيم هنسمعه ان شاء الله مع بعض. اللي عايز يعالج المنجايتس يبقى ثيرد وفورث جنريشن. طيب بالنسبه للفيت البنسلين كان معظمه بينزل في اليورين مش كده؟ باكتف تيوبولار سكريشن تقريبا 90% زي ما قلنا المره اللي فاتت و10% فلتريشن. ايه الدواء اللي كان ممكن يطور شغل البنسلين؟ روبنسيد. طيب النهارده في السيفالوسبورينز تقريبا الفيت بتاعهم اسبنسلين. معظمهم بينزلوا في اليورين انشينجد وبرضه بينزلوا باكتف ترانسبورت وبيتشاروا بنفس الكارير الاسيدك كارير اللي بيشيل الاسيدك كومباوندز. يبقى لو سالتك بقى وما تقوليش مش موجوده في الكتاب البروبنسيد يطور شغل السيفالوسبورينز ولا لا؟
طبعا ان هو هيكمبيت معاهم على الكارير فيحصل زياده في شغلهم في البلد يبقى لونجر ديوريشن. الاكسبشنز بقى عندنا اسمين اثنين ان شاء الله هيتحفظوا في مجموعه السيفالوسبورنز بينزلوا عن طريق البايل وليس عن طريق اليورين. ده اسمه سيفترايزون هنعلم عليه ان شاء الله في الجدول وده اسمه فيتيفوبيرازون. الاثنين دول بينزلوا من غير ميتابوليزم ولا حاجه ينزلوا في البايل ومن البايل على الديودنم وينتيرو هيباتيك سيركوليشن. انا عايز بقى مزايا وعيوب المجموعه دي. سيفترايزون وسيفوبيرازون اكسكريتد ان ستولز صح؟ البايل هيكمل وينزل بعد كده في الستولز. الميزه فيهم وايه العيب اللي فيهم؟ الميزه اللي فيهم يعالجوا انترايتس ويعالجوا كوليستايتس مش كده؟ والميزه الثانيه هديهم في العيان اللي عنده رينال امبيرمنت من غير ما احتاج اعمل دوز ادجستمنت. امال عيبهم ايه؟ عيبهم ما يعالجوش يورينري تراكت انفكشن مش كده؟ هم خلاص نزلوا في الستولز ما نزلوش في اليورين وبالتالي نوت افكتيف ان يورينري تراكت انفكشن. هنسمع ان شاء الله في العيوب بتاعتهم بيمسكوا في الكالسيوم اللي موجود في البايل ويخلوا لون البايل او شكل البايل عامل زي الطمي عامل زي الطين كده يقول عليه بيليري مد او بيليري سلادج. بينزلوا في البايل ويمسكوا في الكالسيوم ويخلوا البايل لازق شويه ولونه غامق شويه فكانه بقى عامل كده زي الطمي او الطين فيقول عليه بيليري مد او بيليري سلادج. يبقى ده بالنسبه للفيت بتاع مجموعه انسيفالوسبورت. لو قلت لك بقى الاكشن على البكتيريا والميكانيزم بتاعهم انا هكتفي بكلمه واحده ومش هعيد تاني بقى اسبنسلين بالظبط. يبقى ايه بقى؟ اسبنسلين انا مش هقول انت اللي هتقول اسبنسلين يبقى ايه؟ يبقى سايدن وبيشتغلوا باي انهبيشن السيل وول بتاعت الغلابه مش كده؟ ان انا اقول ان السيل وول بتاعت ال مش في الفرم عليك انهبيشن اوف ترانسكربتايديز وكروس لينكينج وبتبتدي جلايكان سينثيسيس واوثمايسين نفس الكلام بالظبط. طيب النقطه اللي جايه بقى السبيكترم. احنا عرفنا البنسلينز في انواع مش كده نارو برود اكستندد وقصه يعني. مجموعه السيفالوسبورنز كقاعده عامه بقى دي ار برود سبيكترم. بيشتغلوا على جرام بوزيتيف وبيشتغلوا على جرام نيجاتيف ما عدا ثلاث حاجات. اتحفظوا ان شاء الله بالاسم كده. ما بيشتغلوش على الميرسا. ما بيشتغلوش على الكلوستريديوم ديفيسيل. ما بيشتغلوش على حاجه اسمها انتيرو كوكاي. الثلاثة دول بره السبيكترم بتاع السيفالوسبورت. خلاص؟ يشتغلوا على ايه بقى؟ يعني قول لي اكزامبلات، جرام بوزيتيف يشتغلوا على ايه؟ ستاف وستريبت، كويس. وبالتالي يعالجوا ايه برضه ان شاء الله؟ بايوجينيك وريسبيراتوري تراكت انفكشن، كويس. ويشتغلوا على الجرام بوزيتيف باسيلاي. افتيريا وتيتانس وانتراكس وجاز جانجرين. يشتغلوا على الجرام نيجاتيف كوكاي. يعالجوا جونوريا ويعالجوا الانجايتس ولا ما يعالجوش من الانجايتس ولا ايه الاخبار بقى؟ اللي هيعالج الجيل الثالث والرابع لكن هحطها في الاستعمالات. طب يشتغل على الجرام نيجاتيف باسيلاي. يعالج ايه؟ انترايت بيشتغل على كله على فكره يعني هيموفيلس وبروتيس وكليبسيلا وسودوموناس وايكولاي وهيليكوباكتر وكل حاجه يبقى يعالجوا ايه؟ انترايتس ويورينري تراكت انفكشن مش كده؟ مش محتاجين هو اللي مش هيقدروا عليه بس الثلاثه دول الميرسا وكلوستريديوم ديفيسيل والانتيرو كوكاي. طيب ده بالنسبه للسبيكترم بتاعهم. مش هتكلم بقى على العيوب دلوقتي عشان نبقى نبص في الكتاب. قصه بقى السيفالوسبورنز اللي موجوده في الكتاب اللي احنا قلنا عليها بقى ان هم بيتا لاكتام انتي بايوتكس مشتقات من 7 امينو سيفالوسبورانيك اسيد وعرفنا السورس بتاعهم في الاول وان هم انتي بكتيريال اكتيفيتي زي البنسلين انهبت سيل وول وبكتيري سايد. تعالى بقى على التقسيمه. وقبل ما نبص في الجدول بس انا عايز اطمنك ان لو جالنا سؤال على فكره البنسلين في النظري مهمه والسيفالوسبورنز في النظري مهمه. اذا جالنا حاجه في النظري هيجي لنا على المجموعه. يعني مش هيقول لي سمع اسامي السيفالوسبورنز ومين جيل اول ومين جيل ثاني والعذاب ده. هي مشكلتنا كلها في التقسيمه في الاسامي في المالتيبل تشويس. وانا النهارده الصبح بقى بصيت كده في الام سي كيو بتاع الكتاب لقيت فيه تقريبا سؤالين على السيفالوسبورنز لهم علاقه باسامي وبصيت على امتحانات الثلاث سنين او الاربع سنين اللي فاتوا لقيت اسئله قليله قوي يمكن سؤال او اثنين لهم علاقه بالاسامي. يعني اللي عايز اقوله لك ان انت لو فشلت في حفظ الاسامي خسائر ان شاء الله محدوده جدا.
وغالبا هتفشل لان الاسامي صعبه الحقيقه وكلها شبه بعض. يعني فرحتي زي ما واحد قال لي سلن المره اللي فاتت، عارف انه كان سلن، ما انا ما استفدتش حاجه. ولو صف الاول انا برضه ما استفدتش حاجه، ما انا صف عارف ان هم سيفال سبول، بس مين بقى دول؟ التقسيمه بقى بتاعت الجنريشنز دي قائمه على اربع حاجات. يعني هم قسموا مجموعه سيفال سبولنز الى اربع اجيال كده على اساس الكرايتيريا الاتيه. اولا شغلهم على الجرام بوزيتيف وشغلهم على الجرام نيجاتيف وبيتا لاكتاميز ريزيستنس وباسج اكروس ذا بلاد برين بارير. كويس، يعني غالبا اتقسموا كده عشان في اختلافات في الاربع نقط دول. هم يا ترى بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف ولا الجرام نيجاتيف؟ اشتغلوا على الاثنين مش كده؟ الفرق ايه بقى؟ الجيل الاول هو اقوى جيل بيشتغل على الجرام بوزيتيف، والجيل الثالث والرابع، على فكره الثالث والرابع في معظم الكتب، في معظم الكتب ما يقولوش جيل رابع في معظم الكتب، لان مفيش فرق تقريبا غير في حاجه واحده. حتى بعض الكتب تقول لك ذا سو كولد فورث جينيريشن، يعني المدعو الجيل الرابع. احنا عندنا بقى معترفين بيه، اقوى حاجه بتشتغل على الجرام بوزيتيف الجيل الاول، واقل مجموعه بتشتغل على الجرام بوزيتيف الثالث والرابع. كويس، يعني كأن لو عملت سهم كده، انا اقصد ايه بقى؟ لا كده كده اقصد ايه؟ الاكشن على الجرام بوزيتيف بيزيد صح؟ اه بيزيد في الاتجاه ده. تعالى بقى على الجرام نيجاتيف العكس، الجرام نيجاتيف اقوى مجموعه تشتغل على الجرام نيجاتيف الثالث والرابع واضعف مجموعه الجيل الاول. صعبه؟ يبقى التقسيم هنا هم كلهم زي بعض، كلهم حلوين بوزيتيف ونيجاتيف ومش عارف ايه، بس في فرق. القوي قوي على الجرام بوزيتيف الاول واضعف حاجه الثالث والرابع. على الجرام نيجاتيف اقوى مجموعات الثالث والرابع اللي هم شبه بعض قوي دول، واضعف مجموعه هي الفيرست جينيريشن. تعالى بقى على البيتا لاكتاميز ريزيستنس، هو البنسلينز كان اخبارهم ايه؟ البنسلينز كان مشكلتهم ان معظمهم بيتا لاكتاميز سنس، مش كده؟ لحد ما طلعنا بقى بيتا لاكتاميز ريزيستنت بنسلينز وطلعنا بيتا لاكتاميز انهبيتورز بتوع النهارده. ميزه السيفالوسبورنز كلهم ار ريزيستنت تو بيتا لاكتاميز، بس الريزيستنس بتزيد في هذا الاتجاه. يعني اقوى مجموعه بيتا لاكتاميز ريزيستنت هي الرابع والتالت اللي شبه بعض قوي دول، يمكن ده الفرق الوحيد. الرابع اعلى شويه من البيتا لاكتاميز ريزيستنس عن التالت، واضعف مجموعه هي البيتا لاكتاميز ريزيستنس اللي هي الجيل الاول. مفهوم يا جماعه؟ يبقى لما احب اعالج مثلا ستاف، والستاف ده بيتا لاكتاميز ريزيستنت، فعندي مشكله مش كده؟ لان الجيل الاول ده اعلى مجموعه، والجيل الرابع ده بيقاوم بيتا لاكتاميز بس ما بيشتغلش كويس على الجرام بوزيتيف، فغالبا بستعمل سكند جينيريشن. لو عايز استعمل حاجه على الجرام نيجاتيف يبقى خلاص بقى هستعمل ثالث او رابع، ومش هستعمل جيل اول او جيل ثاني. تعالى بقى بص على البلاد برين بارير، انت عرفت مين بيعدي ومين ما بيعديش البلاد برين بارير. الجيل الاول ما بيعديش، الجيل الثاني ما بيعديش، مع ده وهنحفظه ان شاء الله في الجدول اسمه سيف يوروكزين. الجيل الثالث والجيل الرابع اكسلنت باسج اكروس ذا بلاد برين بارير. خلاص، يبقى دي اسهل طريقه ان شاء الله تذاكر بيها مجموعه البيتا بتاعت السيفالوسبورنز. الجدول مكتوب فيه تقريبا نفس الكلام. بص كده على الجدول بقى اللي موجود عندنا في صفحه 321 ده، هو مقسمه مواد ريجنريشنز، واول حاجه بيتكلم عليها السبيكترم، وزي ما قلت لك كده عرفنا مين قوي على الجرام بوزيتيف ومين قوي على الجرام نيجاتيف. لو عايز بقى الجدول تذاكر منه كل حاجه اكتب البيتا لاكتاميز ريزيستنس. صح؟ هتعمل ايه في البيتا لاكتاميز؟ يعني اكتب انت بايدك كده في حته فاضيه البيتا لاكتاميز ريزيستنس، تعمل ايه؟ تزيد من الاول للثاني للثالث للرابع. البلاد برين بارير خلاص عرفناه، برضه لو حابب تزوده هنا يبقى الاول ما بيعديش، الثاني ما بيعديش ما عدا ده واحد، الثالث والرابع بيعدوا كويس قوي. نعمل ايه بقى في الاسامي؟ هو اسامي السيفالوسبورنز في منها ادويه اورال وادويه بتتاخد اي في. يعني اول وثاني وثالث جيل في منهم اورال بريباريشن وفي منهم اي في بريباريشن. الجيل الرابع ما فيهوش اورال. الجيل الرابع ما عندناش غير دواء واحد بيتاخد انترافينس عشان هو نوت ابزورب اورال. نحفظ مين بقى في يعني اللي ربنا قدرك عليه طبعا تحفظه، بس الجيل الاول لو بصيت عليه كده في الاورال هتلاقي فيه دواء يعني مش عايز اقول لك مش مهم قوي بس يعني مش هيتكرر كتير في الام سي كيو، اسمه سيفالكسن وسيفادروكسين.
في اتنين ممكن اختارهم احفظهم، ده اسمه سفرالين وده اسمه سيفازولين، لان هما موجودين اورال وموجودين اي في. كويس، يبقى السفرالين والسيفازولين دي امثله للجيل الاول وبيتاخد اورال واي في. لو عايز تزود بقى جنب السيفازولين ميزه موجوده بعد كده في الشرح اللي هو كونسنتريتد ان بون، الدواء ده ليه تركيز عالي في العظم، عشان كده ده كويس قوي في علاج الاوستيومايلايتس. السيفازولين، السيفازولين هو مكتوب عندنا نمره 4 في الاورا ومكتوب عندنا نمره 2 في الاي في او البرينترال يعني. يبقى خلصنا كده بقى من الجيل الاول، هنحفظ الاثنين دول بقى عشان يعني احتياطا. الجيل الثاني الادويه المهمه اللي فيه، سيبك من السيفاكلور ما فيهوش حاجه مميزه قوي، في دواء اسمه سيف يوروكزين. سيف يوروكزين ده لازم يتحفظ عشان صح، ده الوحيد اللي بيعدي البلد برين بارير، وخلي بالك هو بيتاخد اورال وانترافينس، بيتاخد بطريقتين اورال واي في، فده مهم قوي. اسمه السيف يوروكزين اللي هو نمره 1 في البارنترال وموجود قبلها كده في الجزء بتاع الاورال. في بقى دوائين تانيين للاسف هنحفظهم في الجيل التاني للاسف يعني، دواء اسمه سيفا مندول. سيفا مندول الدواء ده بيعمل مشكلتين، الدواء ده ليه تو سايد افكتس يعني مميزين قوي وكتير قوي عليهم اسئله. بيعمل حاجه اسمها انتي فيتامين كي افكت، عايز حد يفسر لي بقى الدواء ده بيعمل انتي فيتامين كي افكت يعني ده مش على الفلورا، مش على الفلورا، ملوش دعوه بتصنيع الفيتامين كي باي ذا فلورا في الانتستين، هو بيخلي الفيتامين كي ما يتحولش لاكتيف فورم وبالتالي ما يكونش بروثرومبين وسبعه وتسعه وعشره، صح؟ يبقى كانه بالظبط وارفرين لايك. فهمت قصدي؟ يعني ده ملوش علاقه بتكوين البروثرومبين، لا ده هو كل مشكلته ان هو بيمنع الفيتامين كي اكتيفيتي في الليفر. يبقى ده يعمل ايه في عيال اللي بياخد وارفرين؟ يعني بليدنج جامد قوي، بوتنشيتد اكشن اوف وارفرين. ويتقال عليه طبعا في العيوب هايبو بروثرومبينيا، صح؟ البروثرومبين قليل مش عشان التصنيع قليل، عشان انا ما قدرتش اعمل يوتيلايزيشن اوف فيتامين كي. العيب الثاني في نفس الدواء بيعمل حاجه اسمها دايسلفرام لايك اكشن. صح؟ دايسلفرام فاكرينه شرحناه مره كده؟ دايسلفرام ده كان دواء طالع اصلا عشان يساعد الناس الادكتس للالكحول انهم يبطلوا الكحول. كان فكرته ايه؟ يمنع انزيم اسمه الدهايد هيدروجينيز، صح؟ يبقى انا لو خدت خمره مع الدواء ده مش هقدر اكسر الاسيتالدهايد، وهيبدا يعلى عندي الاسيتالدهايد ويعمل لي نوزيا وفوميتنج وفلاشنج وكلام وبرونكو سبازم وكل الاعراض دي اللي يسموها الكحول انتوليرانس. مين اللي عمل زيه كده زمان؟ سلفونيوريا بالذات، واحد اسمه كلور بروبامايد، صح؟ وهيعمل زيه سيفالوسبورين زي سيفامندول. وعشان نخلص بقى، بيعمل نفس الاكشن ده، دواء اسمه مترونيدازول. يبقى هذه الادويه ليها دايسلفرام لايك اكشن في منهجنا، دواء سكر اسمه كلوربروبامايد تبع السلفونيلوريا، وفي الانتيبيوتكس عندنا السيفالوسبورينز بالذات السيفامندول والدواء اللي وراه، وعندنا المترونيدازول بقى بتاع علاج الاميبا والكلام ده. ده يهمك في انهي عيان؟ الكحوليك بس، يعني اي واحد عادي كده مش عمره ما هيشتكي بدايسلفرام لايك اكشن. الدواء اللي وراهم بقى اللي اسمه سيفوكسيتين هيتحفظ للاسف برضه. سيفوكسيتين هيتحفظ لسببين. السبب الاول بيعمل نفس الاعراض الجانبيه اللي عملها السيفامندول بالظبط. يعني يعمل نفس مشكله الدايسلفرام لايك اكشن ويعمل هايبوبروثرومبينيميا عشان هو انتي فيتامين كي. السيفوكسيتين اللي وراه على طول ده بيعمل نفس السايد افكتس زي الاولاني زي السيفامندول. والحاجه المميزه بقى في الام سي كيو ان هو ذا موست powerful against anaerobic infection. وده غالبا مجال السؤال بتاعنا في الام سي كيو. السيفوكسيتين نفس العيوب، والحاجه المميزه فيه بقى very active against anaerobes. الجيل الثالث بقى اللي هو هنقدر يعني ان شاء الله نحفظ فيه السيفوتاكسين، اول واحد في البارنترال واول واحد في الاورا. سيفوتاكسين لو قدرت تكتب جنبه كده ان هو partially metabolized و partially excreted. partially metabolized by the liver و partially excreted in urine. يبقى ده exception مش كده؟ دايما السيفالوسبورينز بتنزل في اليورين. ده الوحيد اللي جزء منه بيتكسر في الليفر وجزء منه is excreted by the kidney.
هنحفظ السيفترايزون والسيفوبيرازون. مش معنى هنحفظ السيفترايزون والسيفوبيرازون عشان دول بتوع الباي، مش كده؟ وعرفنا الميزه والعيب ان هم ممكن يعالجوا انترايتس ما عندوش يورينري تراكت، مش محتاجين ادجستمنت اوف ذا دوز. وهيعملوا مشكله بقى هنشوفها تاني في العيوب بتاعه الدواء، بيعملوا حاجه اسمها بيلياري مات او البيلياري سلاج. معلش اخر حاجه بقى جنب السيفترايزون، كونسنتريتد ان بون، كونسنتريتد في العظم. مين تاني كان بيبقى متركز في العظم؟ واحد كده في الجيل الاول كان اسمه سيفازولين، مش كده؟ على فكره انا بحاول اشرح الكلام ده زي ما الدكتور عبد الفتاح بيشرحه، انا ما سمعتوش السنه دي، ما سمعتوش حد شرح ايه السنه دي، بس انا عارف يعني هو بيشرح المجموعه بتاعت سيفازولينز وبيركز قوي على اسامي معينه عشان فيها حاجات سبيسيفيك. وهو حتى في شرحه دايما لما يشرح السيفترايزون يقول لك الدواء ده 3 بي. صح، بون وباين وبرين، بالظبط. يعني بيعالج كويس قوي من الانجايتس وبتركز في العظم وبتركز في البايل او بيبقى اكسكريتد مينلي ان بايل. السيفترايزون ده من الادويه المهمه في الاسئله. مش مهم بقى السيفتازيدين، شكرا. الموكسالكتام هو الوحيد بس اللي عشان في الام سي كيو مش هعرف ان هو سيفالوسبورين، مش كده؟ والباقيين كلهم اولهم سيف، مش كده؟ ده مش اوله سيف، ده سينثيتك فاسمه مختلف. عارف بس احتياطي لو جالك في الام سي كيو مش هيبقى يتسال عليه حاجه، هو بس كل الفكره ان انا ابقى عارف ان تبع مجموعه سيفالوسبور. المجموعه الرابعه بقى اسهل مجموعه، اسهل مجموعه عشان فيها غير دواء واحد واسمه سيفي بيم. ومعلش صلح السبيلنج ميستيك، هو مش بالام، هو بالام، يعني سيفي بيم بي اي ام اي. هو متصلح بعد كده في الشرح، بس في الجدول بقى لو انت هتذاكر الجدول يبقى ذاكره وخلاص، صلح السبيلنج ميستيك من هنا. خلصنا كده بقى من المجموعه الجدول. انا عايز بس عشان ناخد نفسنا شويه كده حد يقول لي خواص الجيل الاول. مش مشكله بقى وتأتأوا بقى وتزنجروا كده، كل مصلحتك والله. الجيل الاول ده اخباره ايه؟ Very active against gram positive. The least active against gram negative. Beta lactamase resistant ولا sensitive؟ ده مش sensitive. كلهم resistant بس هو اقل واحد، يبقى هو اقل واحد في البيتا لاكتاميز ريزيستنس. بيتاخد اورال ولا بارنترال ولا الاثنين؟ حفظنا فيهم حاجه يعني ان شاء الله الحفظ هيجي، مش كده؟ سيفا زولين بتاع العظم، مش كده؟ والسيفرابين اللي هو على فكره السيفرابين في السوق مشهور قوي زي فيلوسيف، معرفش سمعتوا عنه في الاسامي التجاريه، مش مشهور. طيب الجيل الثاني، الجيل الثاني اخباره ايه؟ جرام بوزيتيف بس اقل الفيرست، وجرام نيجاتيف اقوى من الفيرست، وبيتا لاكتاميز ريزيستنت احسن من الفيرست، وما بيعديش البلاد برين بارير ما عدا واحد. بس الواحد ده لازم يتحفظ بقى ان شاء الله. سيف يوروكسين يعالج انيروبس، صح، سيفوكسيتين اقوى واحد يعالج الانيروبيك انفكشن فيهم هو سيفوكسيتين. الجيل الثالث فيري باورفول اجينست جرام نيجاتيف، و فيري ويك اجينست جرام بوزيتيف، و فيري ريزيستنت تو بيتا لاكتاميز، وبيعدي البلاد برين بارير، مش كده؟ بيحصلوا لهم اليمينيشن ازاي؟ لو اخدت بالك كده هتلاقي هم دول كلهم اكسبشنز، صح؟ يعني سيفو تاكزيم كان شويه بايل شويه اسف ليفر وشويه رينال، وبعدين السيف ترايكزون والسيفو بيرازون دول بتوع البايل. الجيل الرابع سهل وجميل قوي، خواصه ايه بقى الجيل الرابع؟ اقوى حاجه على الجرام نيجاتيف، اضعف حاجه على الجرام بوزيتيف، اقوى حاجه تقاوم بيتا لاكتاميز، يعدي كويس قوي البلاد برين بارير، وما عندناش غير ده واحد اسمه سيفي بيم بيتاخد فقط بارنترال، مفيش اورال، ما بيمتصش اورال خالص. طيب اللي موجود عندنا بقى في الكتاب تحت الجدول اعتقد يعني والله اعلم هو الكلام اللي احنا شرحناه في الجدول. فانا افضل دايما ان انت اعمل جدولك بنفسك كده، يعني الجدول اللي هنا ده احشر بقى فيه المعلومات اللي احنا قلناها عشان بدل ما تقعد تاني تسمع شرح بقى مين الجيل الاول والثاني والثالث والرابع. الجزء بقى بتاع الثيرابيوتيك يوزز، استعمالات السيفالوسبورينز. حد يحب يقول حاجه ولا استعمل ايه السيفالوسبورينز في علاج ايه؟ هو بيشتغل على كل حاجه، مش كده؟ ما عدا ميرسا وكلوستريديا والانتيروكوكار. انا عايز بقى استعمالات. متشكر قوي على المعلومه اللي انت قلتها لي، بس انا عايز بقى استعمالات.
respiratory tract infection صح كله بقى يعني قول زي ما انت عايز بقى pharyngitis otitis sinusitis اي حاجه urinary tract infection صح pyogenic infection وهيبقوا بالنسبه لي احسن كمان البنسلين مش كده لان هم مور ريزيستنت تو بيتا لاكتاميز هيعالجوا meningitis بس بين قوسين كده ثالث والرابع او السيفيروزين في الثاني هيعالجوا جونوريا كويس هيعالجوا مشاكل بقى الانترايتس جلا وسالمونيلا وتايفويد وكل الكلام اللي انت سمعته في الجرام نيجاتيف بكتيريا ده يعني مش حاجه جديده خالص يمكن الاستعمال الوحيد الجديد اللي هو نمره 9 في الاستعمالات الدواء ده من في كل شغله يشتغل جراحه بقى او تخدير من اكتر الادويه اللي بتتاخد as prophylactic against infection في العمليات يعني اي عيان اتعمل له عمليه جراحيه غالبا بيتكتب له انتي بايوتيك بعدها عشان نمنع ان يحصل تلوث في المكان اللي اتعمل فيه السيرجري اكتر مجموعه ادويه بتتاخد هي مجموعه سيفالوسبورت في ناس بتاخدها بري اوبراتيف واظن الكلام ده موجود في الكتاب بري اوبراتيف يعني قبل العمليه نفسها مش كده وفي ناس بتاخدها بوست اوبراتيف اكتبها للعيان بعد العمليه والناس الشاطره قوي بقى انا شفتهم اساتذتنا في الجراحه يديها انترا اوبراتيف بالذات عمليات الابدومينال سيرجري وهو في اوضه العمليات يحقن مثلا جرام من ده اسمه سيفوبيت واحد من مجموعه السيفالوسبورينز الاسم التجاري بتاعه يبقى هم مهمين قوي في البروفيلاكسيس اجين السيرجيكال انفكشن العيوب بتاعت السيفالوسبورينز نمره واحد فيهم الرجي ولو بنتكلم على الالرجي هي تقريبا شبه البنسلين يعني هيحصل معاها رياش وارتكاليا وانجيوديما وانفلاكتيك شوك علاجها نفس الكلام في حاجه اسمها كروس الرجي ما بين البنسلينز والسيفالوسبورينز تقريبا 5% او 10% من الناس اللي الرجيك تو بنسلين هتلاقيهم في نفس الوقت الرجيك وسيفالوسبورينز حد عنده تفسير؟ سيميلاريتي في الكيميكال ستراكشر شبه بعض في الكيمياء فعشان كده احتمال ان يحصل بينهم الرجيك رياكشن وعلى فكره ده سؤال ام سي كيو مشهور جدا عيان عنده الرجيك بنسلين ايه من الادويه اللي ممكن يتاخد كبديل؟ ابعد عن مجموعه سيفالوسبورينز تماما وابعد غالبا عن معظم البيتا لاكتام انتي بايوتكس مش كده؟ كلهم فيهم نفس التركيبه ممكن بقى استعمل حاجه ثانيه زي الماكرولايتس او حاجه من الحاجات اللي جايه ان شاء الله في البروتين انهبيتورز. العيب اللي بعد كده الجي اي تي انفكشن نفس الكلام اللي قلناه مع الامبيسيلين لو كان برود سبيكترم وبورلي ابزوربد والكلام ده هيحصل نفس المشاكل الاورال ثرش او الدايريا بالموليليا او مشكله السودو ممبرس كولايتس اللي احنا قلناها. الاريتيشن عرفناه they are very irritant intramuscular يعملوا pain وانجريشن وانترافينس يعملوا مشكله اسمها thrombophlebitis. العيب بقى المميز اللي هو لما اسالك على سيفالوسبورينز تقول لي عليه ان هو نيفروتوكسيك. امال البنسلينز كان اخبارهم ايه على الكيدني؟ البنسلينز كانوا سيف مش كده؟ الوحيد اللي عمل مشكله الميثيسيلين وده اتسحب خلاص. المجموعه بتاعت السيفالوسبورينز فيهم عيب بقى زياده شويه عن البنسلينز ممكن يعملوا نيفروتوكسيك افكت. طبعا ده هيبان بقى مع الوقت اللي هو الليفر اسف السيروم كرياتينين واليوريا والكلام ده بتلاقيه على شويه في الناس اللي بياخدوا سيفالوسبورينز بالذات طبعا لو اخدنا معاهم اذر دراجز نيفروتوكسيك. هنسمع ان شاء الله عن مجموعه الامينوجلايكوزايدز زي الجنتامايسين ومكتوب في الكتاب ان النيفروتوكسيستي از اوجمنتد باي كونكرنت يوز اوف فروزامايد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احتمال ان السيفالوسبورينز يعملوا نيفروتوكسيك افكت بيزيد لو انا استعملت في نفس الوقت فروزامايد. السؤال هو الفروزامايد نيفروتوكسيك؟ لا ده بالعكس ده الفروزامايد كان يزود هنا البلد فلو ده كان حلو في الناس اللي عندهم هنا الانترنت. طب ليه بقى ازود احتمالات النيفروتوكسيسيتي؟ لا هو على الكاير هيتخانقوا مع بعض هيعلى مستوى السيفالوسبور مش هيعمل تسمم. وبيقال ان لما بيزود لينا البلاد فلو بيزود تركيز السيفالوسبورينز في الكدني في النفرون. ده تفسير يعني يمكن مش مؤكد قوي لكن ده اللي ما بيتقال. بما ان هم نفسهم مش نيفروتوكسيك يبقى ايه اللي يخليهم يزودوا النيفروتوكسيك افكت او السيفالوسبورينز؟ جايز يكون السبب ان هو بيزودوا الكونسنتريشن اوف سيفالوسبورين في النفر. ده بالنسبه للعيب بتاع النيفروتوكسيسيتي. العيب نمره 5 اللي موجود بقى مع الادويه اللي بتعمل او بتنزل في البايل اللي هو السيفترايدزون والسيفوبيرازون مسكوا في الكالسيوم اللي موجود في البايل وعملوا نوع من الثيكنس في البايل يقول عليه بيليري مات او بيليري سلاتش.
فاكرين بقى السيفوكسيتين والسيفامندول والسيفوبيرازول بيعملوا العيدين بقى مشهورين بتوع الهايبوبروثرومبينيميا. وللمره الاخيره مش عشان سبريشن على الفلورا، دي مشكلتها انتي فيتامين كي كانهم وارفن لايك افكت. والعيب التاني بقى بتاع الناس اللي بتشرب خمره اللي هو الداي سلفرام لايك اكشن. في حاجه بقى نسيناها ولا مين اللي ما ياخدش بقى سيفالوسبورت؟ اللي عنده ألرجي غالبا ده اشهر سبب مش كده، واللي عنده ألرجي حتى البنسلين، يعني جربنا البنسلين عمل ألرجي بلاش المجموعه دي. والناس اللي عندهم ينال انفيرمنت بس يعني ممكن ادوهم لهم بشرط ان انا اعمل ادجستمنت اوف ذا دوز. مش هم خبره بقى مهورين يعني. الفارماكوكينيتكس قلناها كلها الاول في المقدمه. اتفضلي. كونترا انديكيشنز ألرجي سواء ليهم او للبنسلين. والناس اللي عندهم سيفير رينال امبيرمنت، في ناس بتخاف تديهم في اللي بياخد وارفرين صح؟ يعني ممكن يعني طبعا ممكن اظبط جرعاتي، لكن يعني يفضل ابعد عنهم لو العيان بياخد وارفرين على اعتبار ان هم هيعملوا اوجمنتيشن في الاكشن اوف وارفرين. اللي عنده اوبستراكتيف جوندس يعني هي صعب قوي الاوبستراكتيف جوندس يكون واصل لمرحله ان يمنع الاكسكريشن، صعب شويه يعني هيبقى ده دخل بقى في ستيجز من الجوندس العنيف قوي ومشاكل جامده قوي، يفضل بقى يبعد عنه ساعتها، لكن عاده لا ما تبقاش كونترا انديكيشن يعني. الدور عليه بقى خلاص. خلصنا بقى مجموعه السيفالوسبورتس. ايه نمره ثلاثه دي بقى؟ ايه المربع ده؟ صح ده ثالث دواء في مجموعه اسمها البيتا لاكتام انتي بيوتكس. مش كده خلصنا المجموعتين الكبار البنسلينز كلهم والسيفالوسبورينز الحمد لله كلها. المونوباكتامز انت المطلوب منك بالظبط كده كام معلومه عشان الام سي كيو. اولا ما عندناش في المونوباكتامز في السوق حاليا غير دواء واحد اسمه الاز تريونام، هيتحفظ طبعا. كل حاجه فيه تقريبا مكرره، يعني السورس بتاعه تعرفوش مش كده، ومحدش على فكره مفيش حد متفق عليه، يعني في ناس بتقول ده ناتشرال وفي ناس بتقول ده سينثيتك مش مهم. الكيمستري عارفينها، الكيمستري عرفناها بيتا لاكتام انتي بايوتيك كويس. اللي يهمني في الكاينيتكس ان هو نوت ابزوربد اورال، نوت ابزوربد اورال يعني عارفينها مش مكتوبه مش كده، هو مكتوب ان هو بيتاخد انترا ماسكولار اظن نقطه نمره اربعه، ومكتوب جنبها كده كلمة يعني مزعجة شوية 100% بايو افيلابيلتي. هو الوحيد اللي يدي 100% الاي في، هو بيتاخد اي في على فكرة مش مكتوب بس هو بيتاخد. لو اتاخد انترا ماسكولار امتصاصه جميل جدا يوصل مثلا 99.99، لكن 100% دي حاجة غريبة قوي ومستحيل تحصل في اي روت غير الانترا بيز. ده بالنسبة للكاينيتكس. بينزل في اليورين unchanged زي البنسلين والسيفالوسبورين، مفيش حاجه غريبه خالص في الموضوع. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه از بنسلين مش هقول طبعا ما تبصليش انت عرفت بقى صح، بكتيري سايبو وبيمنع ترانسبرتايز فبيمنع كروس لينكينج فبيمنع سيل وول فورميشن كويس. خلي بالك بقى من السبيكترم عشان ده اللي عليه دايما السؤال. هو معلش انا اسف بس انا بنسى بسرعه يعني، هو البنسلين كان بيشتغل على ايه؟ شفت قلت ناسيه انت كمان نسيت. اشتغل على ايه شادي البنسلين؟ في نارو في سيادتك بروت في سعادتك سن كويس. سيفالوسبورينز من شويه حالا دول اشتغل على ايه؟ كله ما عدا مرسى كلوستريديوم وانتينوكوكاي. على فكره الثلاثه دول اللي ما بيشتغلش عليهم سيفالوسبورينز بتوع الفانكومايسن. عشان تخلص من الفانكومايسن ان شاء الله هو جاي. الفانكومايسن السبيكترم بتاعه هو جرام بوزيتيف بما فيهم الثلاثه دول. طيب الدواء ده بقى اللي اسمه المونوباكتام في طريقه بارد شويه في الحفظ يعني. مونو يعني واحد مش كده؟ هو بيشتغل على حاجه واحده. بيشتغل على الجرام نيجاتيف. ما بيشتغلش على جرام بوزيتيف ولا على انيروبس، اشتغل فقط على الجرام نيجاتيف ايروبيك بكتيريا. سواء بقى بتتكلم على جرام نيجاتيف كوكاي او باسيل لايت مش كده؟ طيب مش عليك استعمالات بس هو بيعالج ايه؟ يعني امتى اكتب لعيان مونوباكتام حقن؟ المونوباكتام دي حاجه غاليه بقى انترا فينس او انترا ماسكولار. اعالج بيهم
مينينجايتس، عالج بيهم جونوريا، عالج بيهم انترايتس، عالج بيهم يورينري تراكت انفكشن، كل حاجه جرام نيجاتيف مش كده؟ لكن ما عالجوش بقى ديفتيريا وتيتانس وانتراكس وجاز جانجرين وريسبيراتور، حتى صعب لان الريسبيراتور غالبا بيبقى جرام بوزيتيف كوكارد. العيوب بتاعته مش مكتوبه في الكتاب، وبيعمل الرجي، اللي عايز يعرف بيعمل الرجي زي اي دواء، وبيعلي شويه الهيباتيك او الليفر انزيمز، بيعلي شويه الليفر ترانس امينيزز. هي مش موجوده في الكتاب والله، بس يعني خليك عارف عشان الشفوي. العيب الاساسي في مجموعه المونوبكتلز ممكن يعملوا شويه الليفيشن او الليفر ترانس امينيز انزيمز. كتاب القسم بقى كاتب جمله الحقيقه هي موجوده في بعض الكتب وموجوده بشكل اخف شويه، هو كاتب ان there is no cross allergy، مش كده؟ هي دي غريبه شويه. هو تركيبته فيها بيتا لاكتام بس مختلف عن البنسلين. بمعنى ايه؟ ما فيهاش الحته بتاعت الرينج ايه والسايد تشينز. فكون ان هو ما يبقاش فيه خالص كروس allergy دي حاجه صعبه شويه، هو غالبا يبقى ماتش ليس لايبل تو كروس allergy عن السيفيروسبورت. لان في برضه شويه تشابه في الكيمياء. لكن اذا جت في الامتحان نو يبقى نو. يعني مفيش كروس allergy مع البنسلين ماشي، لكن هو عاده بيبقى ليس لايبل تو كروس allergy with penicillin. ده بالنسبه لمجموعه المونوباكتمز. المجموعه الاخيره بقى في البيتا لاكتام اسمها الكاربابينلز. اخر حاجه ان شاء الله بقى في البيتا لاكتام اسمها الكاربابينلز في البيتا لاكتام. في البيتا لاكتام مش اخر حاجه النهارده، اخر حاجه مجموعه البيتا لاكتام. الكاربابينلز فيها اسمين مهمين قوي الحقيقه، فيها دواء اسمه الايمي بينم، ايمي بينم، ودواء اسمه الميروبينم. مش مهم السورس بتاعهم، الكيمياء بتاعتهم كالعاده بيتا لاكتام انتي بايوتكس. الميكانيزم اوف اكشن از بنسلين، ومش هقول بجد، هو بيشتغل زي البنسلين وخلاص. اللي عايزك تعرفه بقى السبيكتروم بتاعه، وان اوف ذا برودست سبيكتروم انتي بايوتكس. بيشتغل على كل الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف سواء كانت ايروبس او انيروبس. فرقت؟ المونوباكتام ده كان نيجاتيف بس، ولازم تكون ايروبيك مش كده؟ الدواء ده بقى بيشتغل على كل حاجه بوزيتيف ونيجاتيف وانيروبس. اللي عايزك بقى تخلي بالك منه في اسئله الدواء ده، هو يا اما يجي ام سي كيو يا اما يجي جيف ريزون. هو الدواء ده عامل زي البنسلين كده، بيحصل له اكسكريشن في اليورين انشينجد كويس؟ بينزل عن طريق اكتف تيوبولار سكريشن. وركز بس معايا اخر حاجه صعبه، بيجي هنا جوه الخلايا بتاعت النفرون كده ويحصل له ميتابوليزم كويس؟ يعني ادي البلاد اهو، الدواء ده اتحرك من البلاد، نزل باكتف ترانسبورت، دخل جوه خليه الرينال تيوبولار سيلز دي. جوه الخليه دي في انزيم، الانزيم ده اسمه دي هيدروبيبتايديز. كتاب القسم كاتبها داي هيدروبيبتايديز، مش هنختلف، بس هو الحقيقه اسمه الصح يعني دي هيدروبيبتايديز. اللي بيحصل ايه بقى؟ الانزيم ده بيحول الدواء اللي اسمه الايميبينم الى مركب ان اكتف، والمشكله الاخطر من كده انه نفرو توكسيك ميتابولايت. فهمت قصدي ايه بقى؟ يبقى الدواء ده بينزل في اليورين كويس؟ وهو نازل كده في النفرون، الخلايا دي بتكسره بانزيم اسمه دي هيدروبيبتايديز. هتحول الدواء من ايميبينم كان شغال لمركب ان اكتف، والاسوأ من كده ان المركب ده الميتابولايت ده از توكسيك اون ذا كيدني. سؤال بقى، ينفع استعمل ايمي بينم لوحده؟ ايه رايك؟ يعني في عيان في الدنيا بيتعالج بايمي بينم كده لوحده؟ لا، الايمي بينم ده على المدى البعيد ممكن يعمل له توكسيسيتي. الحل ايه بقى؟ ادي مع الايمي بينم حاجه اسمها دي هيدروبيبتايديز انهبيتور، صح؟ ادي معاه دواء تاني فيكسد كومبانيشن برضه نفس ذات الدواء كده، في ايمي بينم ومعاه حاجه تانيه تمنع شغل الدي هيدروبيبتايديز. الحاجه التانيه دي اسمها سيلاستاتين. سيلاستاتين وبيتحط مع الايميبينم ويدي اسم مركب كده تجاري اسمه التاينام. يبقى فاكر انت لما سالتك من شويه ايه هو اليوناسين او ايه هو الاوجمنتين؟ مش من شويه ده من زمان مش كده؟ ايه هو الاوجمنتين ده؟ عباره عن فيكسد كومباينيشن فيها اموكسيسيلين ومعاه كلافيولانيك اسيد. الاموكسيسيلين ده برود سبيكترم بس بيتكسر بالبيتا لاكتاميز، بحط عليه بيتا لاكتاميز انهبيتور اسمه كلافيولانيك اسيد. نفس الفكرة، ايميبينم زائد سيلاستاتين يطلع مركب اسمه تاينام. يبقى لو قلت لك كومنت عليه بقى، ايه الايميبينم ده؟
الهيموفيلم ده اسمه عباره عن ايه كده من شويه؟ الهيموفيلم ده عباره عن بيتا اكتيف انتي بودي بيشتغل على كل حاجه بوزيتيف ونيجاتيف وانيروبس، بيشتغل زي البنسلين. مشكلته لما بيكسر جوه الرينال تيوبولار سيلز بيدي مركب ان اكتيف ونيفروتوكس، فلازم احط معاه سيلاستاتين عشان امنع الدي هايدروبيبتايديزم. الدواء ده بيتاخد غالبا انترافينس، والدواء ده غالي جدا. الامبوله منه حاجه كده صغيره كده كانت اخر مره تقريبا وصلت 200 جنيه. فعشان تعالج عيان كل 12 ساعه ادي 400 جنيه ولا 500 جنيه في اليوم. فده بيبقى دايما ريزيرف للحاجات الانفكشنز الريزيستنت الانفكشنز زي النوزوكوميال انفكشن عارفينها. شو يعني النوزوكوميال بتاعت هوسبيتال اكوايرد؟ مشكله الهوسبيتال اكوايرد انها ريزيستنت لمعظم الانتي بايوتكس. فبدور على حاجه قويه كده وما هياش بتستخدم كتير. الايميبينم عيبه الاساسي طبعا انرجي وكروس انرجي مع البنسلين، ومكتوب جي اي تي ديستربنس، مع ان الدواء ده بيتاخد انترافينس. وعلى فكره جي اي تي ديستربنس نوزيا وومتنج از فيري كومن. عايز تفسير؟ دواء ما بيتاخدش اورال ومع ذلك بيعمل نوزيا وومتنج جامده جدا. صح؟ اشتغل سنترال صح؟ يعني بيروح على سي تي زد ويعملها ستيميليشن. العيب الثالث ممكن يعمل سيجرز، ممكن يعمل تشنجات. يبقى النهارده كده في دوايين في الانتي بايوتكس مش كده؟ عملوا سيجرز. مين؟ البنسلين. امتى البنسلين عمل سيجرز؟ طلعات كبيره بالذات لو في هنا امبيرمنت او لو حققناه انترافيجر. الدواء ده ممكن يعمل سيجرز باي جرعه يسموها نيوروتوكسيستي. طبعا كل ما زادت الجرعه احتمالات ان يحصل سيجرز اكتر، وبالتالي الدواء ده برضه ممنوع في الناس اللي عندهم ابيليبسي. الدواء الثاني اللي اسمه الميروبينم زي الايميبينم بالظبط بس ما بيتكسرش بالدي هايدروبيبتايديز. فرقت معانا بقى؟ يعني هيعالج رينال تراكت ومش نيفروتوكسيك، مش محتاج احط معاه سيلاستاتين، هو نفسه هيفضل اكتف ميتابولايت ونون توكسيك ميتابولايت. الميزه الثانيه اللي فيه ان هو ليس لايبل تو انديوس سيجرز، ما بيعملش تشنجات قوي زي الايميبينم. كده بقى يعني خط كده خلصت مجموعه البيتا لاكتام انتي بايوتكس. اللي جاي ده سهل بقى، دوايين بقى سهلين كده على الماشي يعني في خمس دقايق والله ان شاء الله. بس انا اقول لكم احنا طبعا مزنوقين في الوقت، زنقه يعني ماشي ما رنتش عليا قبل كده الحقيقه. فاحنا عايزين نشد حيلنا شويه كده في الاسبوع ده والكام يوم اللي جايين من الاسبوع القادم عشان نديكم فرصه تذاكر عمل الفارما وعمل المايكرو وعمل البارا. ف معلش استحملونا بس شويه كده الكام حصه اللي جايين. الدواء اللي جاي اسمه الفانكومايسن. خلي بالك عشان الكتاب يمكن مش موضح قوي، ما هواش بيتا لاكتام انتي بايوتيك. ده الدواء على فكره ناتشرال انتي بايوتيك من الحاجات الناتشرال. الكيمياء بتاعته اسمه جلايكوبروتين. الكيمياء بتاعته جلايكوبروتين. لو بنتكلم على فارماكوكاينتكس، ومعلش سامحني كده في الكتاب هو في حاجه مش مريحه شويه، بنقول في الكاينتكس نوت افكتيف اورال مش كده؟ هو الحقيقه نوت ابزورب اورال مش نوت افكتيف. تفرق؟ تفرق. ده انا من شويه كده لما العيان اخذ امبيسيلين وحصل له سوبر انفكشن بكلوستريديم ديفيسيل وعمليه سودو ميمبرس كولايتس كان علاجه اورال فانكومايسن. انتوا فهمتوا قصدي مش كده؟ يعني الفانكومايسن الاورال يتاخد بس عشان يعالج انترايتس زي سودو ميمبرس، لكن عشان يعالج سيستميك انفكشن مش هيمتص. لازم اديه ساعتها باي انتروفينس انفيوجن. بالنسبه للديستريبيوشن بتاعه هو بيعدي البلاد برين بارير، لو كان انفليمد يبقى اقدر اعالج بيه مننجايتس. مصيره ينزل في اليورين انشينجد. انت اخدت بالك ان لحد دلوقتي المين فيت بتاع الانتي بايوتكس تقريبا اللي فاتوا كلهم هو رينال اكسكريشن. البنسلينز والسيفالوسبورينز وحتى الكاربابيلينز بينزلوا باكتف ترانسبورت. كويس؟ الدواء ده بقى اللي اسمه الفانكومايسن بينزل في اليورين انشينجد بس عن طريق باسيف فلتريشن. بينزل عن طريق مش اكتف ترانسبورت، بينزل باي سمبل او باسيف فلتريشن. طبعا كالعاده بقى هو نازل اكتف يبقى يعالج يورينري تراكت انفكشن، بس خلي بالك محتاجين دوز ادجستمنت. بالذات على فكره في اللي نازل في اليورين بفلتريشن ده يبقى محتاج فعلا ان انا اظبط الجرعه كويس قوي. سؤال شفوي بقى، ينفع احط معاه بروبينسيد؟
حياته. هو البروفنسين عمل ايه؟ كومبيت مع الاسيدك دراجز زي البنسلين والسيفالوسبورينز، فطور الديوريشن بتاعه ان هم نازلين باكتف ترانسبورت. ده ما ينفعش، ده نازل بباسيف فلتريشن وليس باكتف ترانسبورت، ملوش اي قيمه ان انا احط معاه البروفنسين. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه كتاب القسم الحيوي مختصر قوي وخير وبركه بقى، هو بكتيري سايدل بما انه بيشتغل على سيل وول، وبيشتغل على خطوه في تكوين السيل وول قبل خطوه البيتا لاكتان انتي بايوتكس. الخطوه دي مش مهمه قوي، مسميها في الكتاب بوليمرايزيشن اوف بيتيرو جلايكان. فاكرين خطوات تكوين السيل وول؟ كان بيتصنع جوه مش كده؟ بيتصنع من حاجه اسمها ان اسيتايل يوراميك اسيد وان اسيتايل جلوكوزامين وديكسترو انانين، وبعدين يطلع بره الخليه بره البكتيريا، وابتدي يحصل بقى الطبقات اللي فيها كروس لينكينج. الفانكومايسن بيشتغل غالبا على الخطوه بتاعه البوليمرايزيشن اللي هي تكوين الوحده البناء بتاعه السيلول. ده بالنسبه للاكشن بتاعه على البكتيريا، هو بيشتغل على الجرام بوزيتيف انكلودنج الثلاثه اللي ما قدرش السيفالوسبورينز يشتغل عليها، المرسا وكلوستريديوم ديفيسيل والانتيروكوكاي. بالنسبه للاستعمالات، هو يعالج كل الحاجات الجرام بوزيتيف اللي احنا قلناها، بس اهم استعمالات هو علاج السودو ميمبرنس كولايتس، هيتاخد ساعتها اورا، بيتاخد في علاج المنينجايتس، بيتاخد في علاج يورينري تراكت انفكشن. وخلي بالك من استعماله انترافينس في الناس اللي متعرضين لاندوكاردايتس. مين ده؟ مين اللي معرض اللي يجي له اندوكاردايتس؟ حاجتين، صمام بايظ او صمام صناعي وبكتيريميا، وسبب البكتيريميا غالبا هتبقى دنتال اوبريشن. بالذات بقى لو كان العيان عنده مشكله الرجي للبيتا لاكتان، مش قادر اديله بنسلين، ساعتها الدواء ده كويس. على فكره الناس اللي حاطين صمام، اسف مش صمام بقى، اللي حاطين مفصل صناعي، اللي حاطين حاجه اسمها بروثيتيك جوينت، كلكم بتسمعوا دلوقتي فيه هيب ريبليسمنت وني ريبليسمنت مش كده؟ يشيلوا المفصل المكسور في الهيب ويحطوا مفصل صناعي او الركبه. ده برضه معرض لانفكشن. لو اتعمل له اي حاجه على الجلد كده، لو اتعور او اي حاجه على الجلد دخلت بكتيريا، ممكن يحصل معاها مشكله انفكشن جامد قوي في المكان اللي فيه المفصل الصناعي. فبيدوا غالبا حاجه بروفلاكتيك بتبقى الفانكومايسن. العيب بتاع الفانكومايسن اوتو توكسيك. اوتو توكسيك يعني يعمل دامج اوف ذا 8th كرينيال نيرف، يا اما يجيب ديفنس يا اما يجيب فيرتايجو، مش كده؟ حسب هو ضرب ايه في ال 8th كرينيال نيرف. مين ادويه ثانيه اوتو توكسيك؟ احنا ما سمعناش كتير. مجموعه اللوب دايريتك زي الفوزامايد مش كده؟ الاسبرين. ايوه الاسبرين اوتو توكسيك ولا مش اوتو توكسيك؟ صح. الاسبرين بيعمل مشكله جامده قوي في جرعات الكبيره على المدى البعيد اللي هي سميناها ساليسيليزم لو فاكرين. كان معاها حاجه اسمها تينيتس. يجي العيان بطنين في الودن، كان لازم تعمل ايه ساعتها؟ يوقف الدواء، يقلل الجرعه على القلب. لو كملت بالجرعه العاليه يبقى اوتو توكسيك. واخد بالك؟ يعني الاسبرين اوتو توكسيك لو حصل ساليسيليزم وانت كملت بعد كده بجرعه كبيره يبوظ العصب التام. العيب التاني ان هو نيفروتوكسيك. وخلي بالك ان هو بينزل في اليورين، صح؟ عشان كده محتاجين نظبط الجرعه كويس قوي لو في رينال امبيرمنت. هو نفسه بيأذي الكلى ومعتمد على التخلص منه على رينال اكسكريشن. وي هاف تو ادجست دوز في رينال امبيرمنت. اشهر عيب بقى في الفانكومايسن، عيب مميز قوي، لو اديت انفيوجن سريع بيعمل ريليز للهستامين، فبيعمل فازو دايلاتيشن جامد قوي، فبيعمل هاي بوتنشال لدرجه الشوك. ويقول على الرياكشن ده ريد مان سيندروم. ريد مان سيندروم يعني اللي هياخد فانكومايسن بسرعه هيجلده هيحمر قوي بسبب الهستامين، وهيحصل عنده هاي بوتنشال وممكن يوصل الى شوك. اخر دواء بقى اللي اسمه التايكوبلانين. انا عارف ما بيفرقش معاك السبيلنج خالص، انت مكبر دماغك، بس هو الحقيقه اسمه تي اي اي. محدش يشتم برضه. تفرق والله يعني الواحد طالما عارف الصح يعني يكتبه مش كده؟ هو انت مش تحتاج تكتب تايكوبلانين اصلا. هو لو جالك في الام سي كيو هو بالظبط كل حاجه فيه شبه الفانكومايسن. يعني هو برضه جلايكوبروتين او جلايكوبوبتايد، بيشتغل بنفس الطريقه نفس السبيكتروم. الميزه اللي فيه ان هو ليس توكسيك. ليس توكسيك بالذات على الكيدني، ما بيعملش مشاكل قوي على الكيدني. والعيب بس اللي فيه ان هو ليس بوتنت، اقل شويه من الفانكومايسن. بيتاخد في حاجه اسمها مالتي دراج ريزيستنت اورجانيزم. يعني ايه الكلمه دي؟ مالتي دراج ريزيستنت. بالظبط، غالبا بتبقى نوزوكوميال انفكشن.
اللي بقت ريزيستنت لمعظم الانتي بايوتكس التي تستخدم. انتوا رايحين فين؟ ماشيين؟ طيب اشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله.